سيداتي أنسات ساداتي، من الملعب بنرحب بيكم مع فريقين في دوري النجوم في أولى مباريات هذه المسابقة اللي أرجو للجميع دون استثناء التوفيق فيها. بنبدأ النهاردة حالا مع فريق الزهور. الزهور وبنشوف قد إيه هيقدروا يقفزوا عاليا. بالتوفيق، وبعدين بنقارن بينكم وبين الفريق الآخر، ربنا يوفقكم. يلا تفضل. كبير كبير. ايوه هوبا. كده متر 30 ابدا. سجل هوبا هوبا. يلا برافو. يلا ها هوبا. فريق النجوم فضل انه يشترك بثلاث لعيبه بس، واللاعبون هم اللي هيبداوا دلوقتي حالا: هشام سليم، ايمن شوقي، ولبلب. ارمي. برافو برافو برافو. دلوقتي حالا هنسيبكم تغيروا هدومكم وتوحدوا صفوفكم وتنظموها، ونلتقي بعد ثواني بعد ما نسمع الأغنية دي. I'm
سيداتي أنساس سادتي، أهلا بكم مرة أخرى في استوديو دوري النجوم. إحنا طلعنا من الملعب دلوقتي والفريق جاهز، أو الفريقين بمعنى أدق. فريق النجوم اللي هتسئل الأول، والنهاردة مكون من أساسيين حسب اختياركم: محمد الحلو، البلبة، هشام سليم، حمادة أمام، حسن عبدين. السؤال الأول أنتوا قطعا سمعتوه، وزي ما هنعمل دايما باستمرار إن شاء الله السادة المشاهدين هيبقوا شايفين الغنوة وأنتم سمعينها، بس نقدر بقى نسألكم ونقول لكم: فريد الأطرش لما كان بيغني الغنوة اللي لسه سمعينها دلوقتي كان بيغنيها لمين؟ ميرفت أمين. ميرفت أمين، مظبوط. لكم هنا نقطة. دلوقتي جه دور فريق الظهور. فريق الظهور مكون النهاردة بعد ما لعبنا الوثب العالي واستمتعنا بيكم وخدنا ضربة شام الفريق اختار النهاردة أساسي عشان يلعب المباراة الداخلية المطرب هاني شاكر، الفنانة رغدة، الفنان صلاح ذو الفقار. احنا يعني جاهزين، عندنا احتياطي وفيت، بس يعني الخطة ان ننزل خمسة الاول بالظبط. المطربة لطيفة، الفنانة هالة فؤاد، اهلا بيكم. وننتقل الان بعد ما سمعنا الغنوة والاجابة. كنت بتغنيها لمين؟ للناس. بتغنيها لمين؟ والدة غنتها لمين؟ للناس طبعا. لا لا غير للناس. في الفيلم كان لمين؟ في الفيلم لمين؟ لرشدي أباظة. رشدي أباظة. حكايتي مع الزمان. حكايتي مع الزمان. حكايتي مع الزمان. احنا فريق واحد. احنا فريق واحد. حكايتي مع الزمان. بكرة يا حبيبي. هو على العموم انا مش طالب اسم الفيلم، فهنعتبر الإجابة مش محسوبة في الحتة دي. المهم انكم عرفتوا انها بتغنيها رشدي أباظة، مظبوط. فلو سمحتم غنوها انتم بقى او حد منكم للسادة المشاهدين. يلا هلا يلا. لا 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 لطيفة وهاني لا 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 يا حبيبي يا حلو السهر. بكرة يا حبيبي نضوي القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، والحب فينا دايب دايب يا حبيبي. بكرة يا حبيبي بعد الغنوة، سواء عرفتوها أو ما عرفتوهاش، أنتم المرة دي عرفتوها الحمد لله. بنسألكم سؤال في الفن، والسؤال بيبقى إلى حد ما سهل زي السؤال ده. أذكر ثلاث مطربين من خريجي المعاهد الموسيقية، كونسرفاتوار، معهد التربية الموسيقية، معهد الموسيقى العربية، زي ما أنتم عايزين. أنا فيهم يعني؟ ما عدا محمد الحلو. دفعتك، بقول دفعتك. مين دفعتك؟ وكمان ما عدا منى عبد الغني، باعتبار إنه محمد الحلو ومنى عبد الغني من المشتركين في هذا السباق في دور النجوم. طيب، أوكي. إيه رأيكم؟ عفاف راضي؟ عفاف راضي مظبوط. عفاف راضي. وليلى نصبة. وسوزان عطية. سوزان عطية. مظبوط. عندنا دلوقتي سؤال الظهور، السؤال في الفن، والسؤال متهيألي إنه سهل. وهاني شاكر بالذات يقدر يجاوب عليه، هو لطيفة بسهولة، لكن هنشوف الفريق كله هيقول إيه. أذكر ثلاث مطربين من أعضاء فرقة أم كلثوم. قولي يا هاني، قولي، ردي يا هاني. علي الحجار. أيوة. ومحمد الحلو وسوزان عطية. سوزان عطية وعلي الحجار مظبوط. محمد الحلو لأنه قصادك أولا، نمرة اثنين وهو الأهم، ما بنقولش المشتركين. من غير المشتركين في من غير المشتركين يلاوي بجلال. مظبوط. مظبوط. ايه ده؟ ايه الفرقة دي؟ ايه ده؟ عايز كمان نقول سوزان عطية. قلناها، قلتي سوزان عطية. عايزين كمان أيوة. تاني؟ انت قلت ثلاثة. ما هو انت قلت المنيلاوي فتعتبر نص. هو احمد ابراهيم؟ احمد ابراهيم. كده اخدت النقطة. عندنا دلوقتي سؤال لفريق النجوم في الجغرافيا. السؤال بيقول: ما هي اصغر الامارات العربية المتحدة؟ عجمان. مظبوط. كمان نقطة. عجمان العفو. السؤال دلوقتي لفريق الظهور، وسؤال في الجغرافيا، وبيقول: أكبر الإمارات العربية المتحدة مساحة إيه؟ أكبر إمارة في الإمارات. أيوة. فين في الإمارات العربية؟ أيوة. أكيد. أكيد. في أصغرهم
اصغرهم انتوا لسه سامعينها. ما احنا لسه سامعينها. احنا بنقول اكبر. اكبرهم مش زي اللي فاتت. مش زي اللي فاتت. مش زي اللي فاتت. استيها بالمتر. ابو ظبي مظبوط. لكم هنا نقطه. برافو. سؤال دلوقتي في التاريخ لفريق النجوم، وسؤال بيقول ما هي اول مدينه دخلتها الحمله الفرنسيه؟ اسكندريه مظبوط. كمان نقطه. نمسك الخشب. دلوقتي هنسال الظهور سؤال في التاريخ، والسؤال بيقول من هو القائد كليبر؟ بعد اذنكم بعد اذنكم علشان يعني ده تبعنا. ده القائد كليبر ده بقى بونابرت لما جه مصر الحمله الفرنسيه، ده الذي تلاه في القياده بعد ما غادر مصر الى فرنسا. مظبوط. لكم هنا نقطه وتستحقوها عن جداره. طب استاذ صلاح عارف مين اللي قتله؟ ايوه سليمان الحلبي. مظبوط. ان كان عليا اديكم نقطتين لكن هي نقطه واحده. يعني ما تضيعش ما تخافش. هاي كله بس. السؤال دلوقتي بيقول في الادب لفريق النجوم من هو مؤلف كتاب العقد الاجتماعي؟ هو انتوا ما فيش غير كنت واحد. انا بلاش تاخدوني في الوسط. جون جاك روسو. ها؟ جون جاك روسو. صح مظبوط. اقولها. جون جاك روسو. جون جاك روسو مظبوط. كمان نقطة. سؤال لفريق الظهور مرتبط برضه بالأدب، والسؤال بيقول كاتب وفيلسوف فرنسي منح جائزة نوبل سنة 64 لكن رفضها. أقول أنا؟ زي ما انتوا عايزين. متأكد. ايوه انا متاكده عشان لسه قاريه كتاب سيمون دو بوفوار اللي هو اديو سارتر وداعا سارتر، كان تعرضت في حته كده للكاتب اللي هو كان حبها في يوم من الايام، جان بول سارتر. مظبوط. ليكي هنا نقطه باسم فريق الله. برافو يا رب. برافو. السؤال دلوقتي موجه لفريق النجوم في العلوم، والسؤال بيقول كم تبلغ نسبة الماء من وزن جسم الإنسان تقريبا؟ كتير. 70 يعني ممكن 70-75 كمان. مظبوط. تمام. عشان خاطرك يا محمد والله. عندنا دلوقتي يا ظهور سؤال في العلوم، والسؤال بيقول لماذا عندما نغسل أيدينا بمياه الأبار الصابون ما بيبقاش فيه رغوة؟ لا ليه الاملاح كمان يبقى في داخل فيها مواد معدنيه بتاعت زي بتحط الرغوه. لا انا متاكد فيها ايه؟ يبقى فيها املاح ومواد معدنيه بتحط المعدنيه ايه اللي بيحول دون الرغوه؟ في مواد معدنيه. في مواد معدنيه. طب المواد المعدنيه بتعوق الرغوه بالظبط ايه هي؟ ده سؤال. اسمها ايه يعني؟ مثلا لا صوديوم. قربتي. املاح واملاح برضو. ما هي املاح بالظبط؟ وهي املاح الكالسيوم بالتحديد والمغنيسيوم. معلش خيرها في غيرها. ليه ما حلوه يعني نص نقطه؟ النص ما فيش انصاص. ليه؟ معلش 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 عشان بس يلعبوا معانا. هو انا ملاحظ ان الفريق الاحتياطي بتاعكم اللي هو سامح السريتي وعلاء ميهوب الاثنين متحمسين جدا عايزين يردوا، من حقهم يردوا بالمناسبه وتاخدوا نقطه لو عرفوا السؤال الجاي. وبسرعه اذا سمحتوا لي في الاداء العلني دلوقتي تقدموا لنا مشهد تمثيلي، سواء كان مشهد تقليد او تمثيل فعلا او مشهد غنائي زي ما انتم عايزين. لا احنا معانا اغاني. اغاني طبعا. تمام. غني اتفضلوا. حلو حاجه يعني معانا ممثلين. لا ما انتوا تغنوا احنا هنمثل. بطلوا واسمعوا ده. انا بسمع بس لسه نشوف يا الغراب يا واقعة سودة جوزوا أحلى يا مانا بطلوا يا تعبينهم يا تعبينهم يا تعبينهم يا
ارسمه بالقوي طيب على المستوى الجماعي بقى لو سمحتم هتقدموا لنا اداء علني في تقليد تمثيل غناء اقلد راي ابراهيم اقلد راي ابراهيم في 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 زينب في زينب في فيلم زينب ما تضحكنيش علشان تقدر تسيطر على نفسك براهيم هنعمل ايه يا براهيم يعني يا ربي يتحكم علينا كده انا وانت ابراهيم نتحرم من بعض براهيم ما اقدرش يا براهيم اهلي يقولوا ايه ابويا يوطي راسه براهيم طب ابراهيم هتقول ايه رد انا هاني شاكر من فضلك ابراهيم يقول علي الضحكة يا علي هلي في سما يا هلي يمو الضحكة يا حكاية جاية الأيام ويايا شمسك راح تسكن ظلي وعلي علي علي الضحكة يا علي كابتن صلاح الفقار في لسه لطيفه فاضل تمثيل بقى لا التمثيل ايه مش كده اللي فاضل التمثيل ممكن تمثيل ممكن غناء ممكن تقليد زي ما انتوا عايزين يعني انتوا عايزين ايه انا لو اغني الجمهور هي يتعب شويه نادي مش هنتلام احنا عشان احنا ممثلين ما احناش طيب. مغنيين طيب قولي تك 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 يا ام سليمان تك ده اغنيه لبنتي ده انا انت عارف تك 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 جوزك فين تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان بس برافو يطلع اطفال لازم اذا سمح اي اظن اكملها خش كام خش اني لعبة بيد انا لا انا لا افكر في الرجوع اليه حمل الزهور اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الاطفال في عينيه بس ده كفاية إني رفيقة دربه طرلم طم يبقى لطيفة اللي فاضلة أنا تغنوا معايا هاوي احنا جاهزة نغنى أرجوك اوعى تغير أنا حواليا كتير أرجوك اوعى تغير أنا حواليا كتير انما قلبي معاك مخلص لك واسير وانا 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 حواليا كتير وملهم ولا تاثير ده انا حواليا كتير ملهم ولا تاثير اصلي بدوب في هواك وبعيش لك بضمير ده انا حواليا كتير كتير حواليك احنا حواليك هو معاد الاذاعه الخارجيه حان وكنا عايزين نستمتع كمان وكمان فننتقل دلوقتي الى الملعب عشان نكمل وننهي الحلقه سيداتي انسات سادتي من ملعب نادي الجزيره بنحييكم وبنكمل او بننهي مباريات اللي دارت الان بين الفريقين بمباراه ترفيهيه قبلها زي ما هنتعود ونعمل دايما في سؤال في الرياضه وسؤال في اختبارات الذكاء او الفوازير السؤال الاول بيوجه لفريق النجوم وبعده بنسال فريق الزهور النجوم جاهزين جاهزين طبعا يا فندم جاهزين السؤال بيقول اول ميداليه ذهبيه حصلت عليها كوريا منظمه دوره سول الاولمبيه الاخيره انا ما اعرفش ولا انا هو انا كنت بالصدفه موجوده هي افتكر موجوده فين في البيت واتفرجت عليها بحسب هناك لا ما كنتش هناك طبعا تكون اي
الميدالية. لا جايز تكون افتكر كانت المصارعة الحرة. لا هي المصارعة الرومانية. معلش خيرها في غيرها. السؤال دلوقتي سؤال للنجوم في الذكاء او اختبارات حزر فزر. بنقول عندكم 5 تفاحات في سلة وتقدروا توزعوها على 5 اشخاص وتبقى واحدة او طبقة واحدة في السلة. نوزعها على 5 اشخاص وتبقى واحدة في السلة. ممكن ندي كل واحد كل شخص يعني ندي 2 تفاحتين لنفرين 3 تفاحات لثلاث انفار. بس لازم ياخدوا بالتساوي. استنى ايه خمس تفاحات في سبت. هتدوهم ل5 اشخاص بحيث تفضل تفاحة في السلة. يعني احنا بنقسم 4 على 5 تنفار. طب ازاي 3 ياخدوا تفاحة ونص؟ مش لازم بالتساوي. 3 ياخدوا 3 تفاحات. لا بالتساوي. لازم بالتساوي. تفاحة ونص وتفاحة ونص. فاضل ربع ثانية. تفاحة ربع ثانية. لا احنا اذكى من كده. والحكم هيصفر واحنا بنلعب في الوقت الضايع يا ايمن. معلش يا هشام خيرها في غيرها. هي هندي 4 تفاحات والخامس هندي له السبت وجواه تفاح. ما قلت لك كده يا شيخ. من هو المصري اللي طلع الرابع في المصارعة الرومانية في دورة سول الأولمبية الأخيرة وبالصدفة ما خدش الميدالية البرونزية؟ حداد. حسن حداد مظبوط. خدتم هنا نقطة. مصارعة وكورة وهيصة. طيب السؤال الثاني في اختبارات الذكاء والمسابقة اللي عايزة شوية حساب. السؤال بيقول في سلة امتلأت بالبيض بعد ساعة المفروض انها بيتضاعف فيها البيض كل دقيقة. فالسلة امتلأت بيض في اي دقيقة بعد ساعة؟ متى كانت نصف ممتلئة؟ الدقيقة اللي قبلها على طول. يعني في 59 دقيقة. 59 دقيقة كانت السلة النص. في الدقيقة 60 بقت سلة متكاملة. مظبوط يا سامح. وهنا احرزتم هدف وجبتم جول. مظبوط مظبوط. بعضها. لا ما هو انت هتشوفي على مدى الشهر مش كله هيبقى حسابات. داخلة في البونت في النقط. المطلوب دلوقتي انكم تعبروا هذه المكعبات مغمضي العينين. الفائز النهارده هو فريق النجوم. الى اللقاء بكره مع مباراه اخرى وفريقين اخرين مع اجمل منى وارق تحياتي.